السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. راح نتكلم اليوم بموضوع طبعا مختصر وإن شاء الله تعمل فائدة للجميع. في الأيام الأخيرة صار تهويل بالنسبة لموضوع وباء كورونا، وخاصة بغرف الواتساب، يعني أتكلم عن موضوع النسخ واللصق، وأكيد الكل بيأيدني بهي الفكرة وهو معي. تمام، هذا الموضوع لابد للناس إنه تعرف شو عم بصير، ما في أي خلاف عليه، ولكن يوجد ناس مختصة بتشخيص هذه الحالات وتقييمها، وبالتالي نشر الموضوع عبر معرفات رسمية إن كانت من قبل المشافي أو عن طريق إعلاميين مختصين بالنشر أو عن طريق وزارة الصحة. طبعاً لأن الصحة هي أساس المجتمع ولضمان سلامة الجميع وللتخفيف من هذا الوباء، إخواني الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء الالتزام بالمنزل خاصة في هذه الفترة، والتخفيف من الزيارات العائلية و الأسواق المكتظة بالسكان، وعدم زيارة المراكز الطبية طبعا إلا في حالات الضرورة القصوى، وأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن المراكز الصحية في منطقتك. الموضوع الأهم أنه أي شخص حس على نفسه أنه هو فعلا مصاب بعد تشخيص الأطباء راح يتم أكيد الحجر عليه، ولكن النصيحة أنه لا يخاف إذا لا قدر الله وقعت الإصابة بفيروس كورونا. الأعراض الأولية تبدأ من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس من الإصابة، والأعراض بتكون سخونة إضافة إلى نحول بالجسم، إرهاق، ضيق بالتنفس، طبعا السعال الجاف، ألم المفاصل، إضافة إلى الإسهال. طبعا هلأ ممكن الواحد يأخذ أدوية يتحسن عليها قليلا، ولكن بعد ساعة راح تعود الأعراض نفسها، ممكن الأعراض هاي تزداد وتشتد من اليوم الخامس لليوم العاشر. يعني مثلا ارتفاع الحرارة تزداد، السعال الجاف يزداد، ألم بالمفاصل، ضيق بالنفس، آلام بالجسم، فقدان الشهية عن الطعام. طبعا صديقي ولو تعرضت للإصابة نصيحة لك وللجميع، نصيحة لك وللجميع، أبدا لا تخاف وحافظ على ثقتك بالله، واعلم يقينا إنه مرض عادي للإنسان المتفائل. حاول أنت بهذه الأيام التي تزداد فيها الأعراض باتباع ما يلي: شرب عصير البرتقال، تعريض نفسك للشمس، أكل ثوم، شرب اللبن أكثر من شرب الماء الدافئ. هو أكيد شهيتك ممكن تكون مقطوعة نوعا ما، ولكن حاول، والأهم يجب عليك الغرغرة بماء وملح وأن يكون الماء دافئ. طبعا إضافة إلى استنشاق البخار بدرجة حرارة 40، وما ننسى دائما هو الأهم طبعا غسيل اليدين بالماء والصابون. طبعا بعد اليوم 14 راح تظهر الأعراض للناس اللي عندهم حضانة طويلة للفيروس. بعد اليوم 21 تقريبا تنتهي الأعراض جميعها وتعود عافيتك إن شاء الله أحسن مما كانت عليه في حال طبعا قاوم الجسم هذه الفترة. أصدقائي الرسالة من هالفيديو شغلتين حبيت أوصل للناس، طبعا ذكرت في بداية الفيديو، الأولى ما تعتمدوا على نقل الأخبار بغرف الواتس أب باعتبار وسيلة التواصل بين الجميع. يوجد أناس مختصون بنشر الحالات وبالتالي نشرها عبر معرفات رسمية، والشغلة الثانية الشخص المصاب طبعا هي الأهم، يضع ثقته بالله وما يخاف أبدا، وتحياتي للجميع.